ابتديت اقول معلومه بعد الماتش بتاع الاهلي بتاع ان انا مش عايز الكاس دي. تاني يوم الصبح انا ما عرفتش المعلومه دي اصلا اللي بعد كده، بعد ما خدنا الكاس كمان عرفتها. تاني يوم الصبح الساعه 10 الصبح بالتحديد لقيت تليفون من الدكتور عمرو عبد المجد بعد الماتش بتاع الاهلي الكبير اللي عملناه. قال لي يا كابتن محمد مبروك الفوز، الكابتن صالح سليم عايزك كابتن النادي الاهلي بكره، وعارف المشاكل اللي ما بينك وبين الراجل ده في النادي، وعايزك تبقى متواجد في النادي بكره. الراجل ده اللي هو المنصب ريم عثمان، وعارف ان عقدك يخلص، وعايزك تيجي كابتن فرقه للنادي الاهلي، لان كان في التوقيت ده الناس الكبيره مشيت، منهم حسام ابراهيم كان راحوا الزمالك، وكان جاي خالد بيبو، وكان جاي مجموعه كده لسه صغيره يعني. فقال لي انت عايزك للنادي الاهلي كابتن فريق. قلت له مع احترامي يا كابتن طبعا انا بشكرك على التقدير ده، بس انا عندي ماتش كاس انا مركز فيه، وفي نفس الوقت انا لازم ارجع للنادي بتاعي، لان النادي بتاعي ليه فضل عليا وانا عايز ابطل في النادي بتاعي. الكلام ده تاني مره يعني، دي كان تاني مره النادي الاهلي يطلبني فيها، وبرده اصريت رغم ان محدش كلمني في العقد، وفي اي ماتش والموسم يخلص والعقد يخلص محدش كلمني في العقد بعد ما خلصنا الكاس. فضلنا موجودين في الموال ده والكاس اتلعب. طب بعد ما خلصت الكاس وانت شايل الكاس واخد بطوله وجايب جونين وشايل البطوله كلها على كتفك، طب ما روحتش الاهلي ليه بقى؟ نادي الاسماعيلي وحق جماهيره عليا، ما ينفعش انا اروح الاهلي بالسهوله. طب دي الناس جددوا لك؟ ما جددوليش. يعني قعدت بلطجه؟ ما قعدتش. امال ايه؟ سافرت النمسا عشان اهرب من انا عارف انه مش عايز يجدد لي خلاص. قعدت ادور على انديه هناك مع واحد حبيبي يعني اسمه الدكتور حمدي عبد الفتاح، وانا قاعد عنده فوجئت ان ناس من النادي الاهلي تبع الحاج محمد عبد الوهاب بيقولوا لي النمسا، موجودين في النمسا وجايين وجايبين عقود عشان امضيها في النمسا للنادي الاهلي. ما انت يا كابتن ساب النادي الاهلي اكبر نادي في مصر في افريقيا والوطن العربي هو الزمالك، كويس يعني ما بيجي عرض من الاهلي والزمالك لاي حد دي حاجه كبيره طبعا، وبعدين حضرتك بتروح تدور على نادي في النمسا، يعني مش رايح على نادي عرض او حاجه؟ لا لا انا رحت ادور على نادي في النمسا فعلا في التوقيت. ما انت كنت مكرم هنا، ايه اللي بهدلك بره؟ ما هو فين مكرم؟ طيب ما انت شايف انا مش مكرم. جالك نادي الاهلي. ايوه مكرم في النادي الاهلي مش مكرم في الناديه. هو انا بتكلم على النادي بتاعي اللي اتربيت فيه ومدرستي واسرتي وبيتي. انا عايز اقول لك على حاجه كمان يا استاذ سيف، معلومه يعني، انا كنت باجي من ماتشات المنتخب على النادي مش على البيت. يعني ما خبطتش مره على المهندس ابراهيم عثمان قلت له يعني فين الخلاف ما بيننا؟ ما فيش حاجه، انت ايه في ايه؟ ما احنا مش عارف ايه، ما فيش حاجه. وبعدين انت مش عارف تتلم عليه، انت اللي في وشك على طول، الناس دي دول اللي في وشك على طول. انا مش قادر اعرف ايه سبب الكراهيه اللي موجوده الابديه اللي لغايه دلوقتي موجوده، انا مش قادر اعرف لها سبب. وبعدين انا عملت ايه طيب للنادي يا عم؟ ان انت المفروض والطبيعي جدا، الطبيعي جدا ان انت ككابتن فرقه يبقى في ادميه حتى في التعامل، يبقى في ادميه للتاريخ بتاعك، يبقى في ادميه لان انت برضو ما خنتش النادي، ما رحتش في اي نادي تاني، ما حبيتش ان انت تروح نادي تاني. طب ليه التعامل عشان كده يا كابتن؟ عشان ما تزعلش جماهيرك وتحافظ على شعورها ومشاعرها، بالنسبه لك ما تروحش النادي تجرح مشاعرها في ان هم تروح نادي زي كده.